من جديد اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام. كما اسلفت قبل الفاصل انه في فقره ترند حنتحدث حول العمل في الخارج ما بين الاحلام المذبوحه. ارتبطت احلام الشباب بالهجره والعمل في الخارج للعديد من الاسباب التي لا تخفى علينا، لكن كل هذه الاحلام والطموحات اصبحت بتصطدم بعقبات كثيره جدا لحظة الخروج من ممكن نقول اللي هو أي منطقة إحنا دايرين نمشي لها. عقود العمل المضروبة والمزيفة وكثيرة جدا اللي بيلقى الشباب نفسه أنه قد دفع كثير من المال ولكن في النهاية مقابل لا شيء للأسف الشديد. هذا هو الواقع الحقيقي اللي أصبح الآن واضح للكثيرين. للحديث أكثر حول هذا الموضوع بنسعد كثير جدا أنه ينضم لنا ضيفنا من داخل الاستوديو الأستاذ حاتم محمد شمس الدين، مدير عام الاستخدام والهجرة وزارة العمل. مساء الخير عليك. مساء النور، حبابك معنا وإن شاء الله يا رب تكون مادة مفيدة لكل الناس المتابعين من خلال 24 جرام. طيب يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة إحنا كوزارة العمل والإصلاح الإداري مهمتنا الأساسية هي القوة العاملة، نعم، سواء كان من ناحية التدريب والتأهيل أو إيجاد الفرص. فدي مهمة وزارة العمل، سواء كان بالنسبة للتدريب، طبعا عندنا تدريب الداخلي اللي هي بالنسبة للقطاع العام أو القطاع الخاص، في تدريبات عندنا هنا عن طريق التدريب القومي عن طريق كذا. بالنسبة لإيجاد الفرص عندنا لجنة الاختيار، بالإضافة للمكاتب الإقليمية ومكاتب العمل الإقليمية، بالإضافة لمكاتب العمل اللي هي الخارجية، نعم، للمكاتب دي تمت الموافقة عليها عن طريق قانون العمل 97 المادة 16 بتنص، المادة 9 بتنص على أساس إنه لأي شخص داير يفتح مكتب بتاع استخدام خارجي يحق له بشروط معينة. طيب الشروط طبعا مخطوطة، ممكن الواحد يقرأ لك اللي هي فيها. الشروط أول حاجة بالنسبة للشخص اللي داير يفتح مكتب يكتب جواب اللي هو طلب معنون للسيد وزير العمل والإصلاح الإداري، صحيفة الحالة الجنائية اللي هي الفيش لصاحب المكتب، خطاب ضمان مالي بنكي 200,000 جنيه سوداني باسم صاحب المكتب يوضح في حساب الإدارة المالية لوزارة العمل والإصلاح الإداري، يجدد سنويا. نعم. صورة من الشهادة العلمية تحت الشخص صاحب المكتب، وسيرة ذاتية لمقدم الطلب، يعني بياخذ صوره من الشهادات العلميه بالاضافه للسيره الذاتيه بتاعته، هو مجاله شنو شغال شنو. نمره 6 بيكون عقد ايجار اللي هو الموقع الحقيقي فيه، عقد الايجار بالاضافه للرسم الكروكي بتاع موقع المكتب والهاتف الثابت والجوال. ممتاز. دي بتكون موجوده. في نمره 7 صوره من الشهادات العلميه والخبره للموظفين والسيره الذاتيه، الموظفين حيشتغلوا معه لابد يجيب أول حاجة يجيب الخبرة بتاعتهم بالإضافة للفيش لكل موظف. في نقطة أساسية اللي هي الشخص اللي داير يفتح مكتب بتاع استخدام لابد يكون هو وكيل لشركة خارجية، يعني لابد يجيب تفويض من شركة خارجية سواء كان في السعودية أو الإمارات أو أبو ظبي أو أي دولة خارجية، يجيب تفويض أو أكثر، يعني ممكن يكون وكيل لأكثر من شركة. التفويض ده بصاحب المكتب معتمد من الخارجية، نعم، والغرفة التجارية في البلد المعنى. حتى أنا بعد ذاك بيبقى حتى أوافق لي بالنسبة للشروط بتاعت فتح المكتب. طيب في حاجات ثانية إضافية اللي هي البوكس فايل والرسوم بعد التصدير وكذا، دي أشياء. طيب إذا أساساً ممكن نقول النقاط اللي أنت ذكرتها الآن كلها واضحة جداً، وإذا قلنا أو افترضنا أنه في مكاتب كثيرة منتشرة في ممكن نقول الخرطوم اتبعت كل الضوابط والقوانين اللي أنتوا واضعينها، بالنسبة للعقودات المضروبة والوهمية بتجي من وين؟ طيب بالنسبة للمكاتب تحت الاستخدام، إذا في مكتب عنده وظائف معينة بيعرض الوظائف دي لوزارة العمل. طيب يجيب جواب وبيعرض الوظائف دي لوزارة العمل، بتأكد هو كمكتب نحن بدنا تصريح بانه يشتغل العمل ده، بيعرض الوظائف دي لوزارة العمل، نحن بعد ذاك بنطلع على الوظائف
نتاكد منها، ولابد الجواب الجاي من الجهات المختصه اللي هي خارج السودان يكون موثق من الجهات الخارجيه، لابد يكون في السفاره السودانيه كده موجوده في الدوله دي. وبعد ذاك نحدد الوظائف. انا هني بعد ذاك بديه خطاب بتاع اعلان للوظيفه، بياخذ الاعلان ده من شمال الصحف عشان يعلن عن الوظائف الوظائف الموجوده دي. جاء الاعلان، تم الاعلان، بتكون مدته ما بين اسبوع الى فتره. دعمت المعاينات، المعاينات بتتم تحت اشراف وزاره العمل، يكون اللجنه ذاتها فيها ممثل من وزاره العمل بيحضر المعاينات، يكون عنده كشف كامل بالناس اللي خشوا المعاينه واجتازوا المعاينه. يعني لو كان خشوا 200 واجتازوا المعاينه 20، بيكون عنده الكشف بتاع ال 200 شخص اللي خشوا المعاينه وبالاضافه لل 20 اللي اجتازوا المعاينه. بتجي بعد ذاك ال 20 اللي اجتازوا المعاينه بتجي لنا في وزاره العمل، انا هنا بوافق على اساس انهم يطلعوا ويكونوا مروا عن طريق يعني. يعني هنا في حاجه دي بتحمل المسؤوليه بتاعت ال 20 شخص سافروا. اذا هو سافر عن طريق المكتب، طبعا مكتب معين، وجيت عملنا المعاينات دي وعملنا الاجراءات دي كلها، بتبقى انا اذا حصل اي شيء اول حاجه بسحب الترخيص من المكتب. تمام. نمرة اثنين بحاول بقدر الامكان بضغط المكتب على اساس انه يعالج الموضوع ده، يعني مثلا اذا في واحد سافر السعوديه ووصل السعوديه مثلا ولقى الوظيفه ما يهل الوظيفه المحدده، في حاله زي دي احنا بننزم المكتب يجيبه راجع ويديه تعويض عن هم طبعا مكاتب تحت الاستخدام عندها شعبه تحت استخدام خارجي. الشعبة دي أول ما تحصل مشكلة زي دي هم بيحاولوا يلحقوا الموضوع ده، وبعد ذاك يحاسبوا المكتب، يعني طوال برجعوا الشخص الموجود في السعودية مثلا مع الخسارة بتاعته، بعد ذاك هم برجعوا للمكتب. بالإضافة لأنه أنا عندي الضمان المالي ذاته ممكن أسحب منه. إذا في شخص رجع بيتحمل مسؤولية المكتب؟ يتحمل المكتب إذا في خطأ. طيب. لكن إذا مشى بنفس الوظيفة وما نفعت معه فإنه ما بيتحمل المكتب. يعني لو ماشي مثلا في وظيفه مواصفات انه مثلا دكتور مثلا وكذا وكذا محدده. طيب وين دور وزاره العمل؟ انت بتقول انه بالنسبه للي هو الضوابط والقوانين بتتم بموجب اللي هو موافقه وزاره العمل. في نقطه اساسيه في القانون، الماده 9.5 على اساس انه اي شخص مسافر خارج السودان لابد ياخذ اذن من وزاره العمل. طيب. يعني ما يسافر ساكت. ياخذ اول حاجه اذن من وزاره العمل حتى بعد ذاك يسافر للعمل. يسافر بعد ذاك ياخذ اذن من وزاره العمل حتى بعد ذاك يعمل اجراءات اي شخص ما مر عن وزاره العمل بتبقى وزاره العمل ما عنده علم به وما بتتحمل هذه المسؤوليه. طيب يمكن في حادثه معروفه يا استاذ حاتم، الناس كلها عارفينها، انه في مجموعه من السيدات مش اللي هو بوظائف لطبيبات، ولكن فوجئوا انه الوظيفه عاملات منازل. من المسؤول في الحالة دي؟ هم مش ممرضات ولكن اكتشفوا انهم عاملات منازل. وضح لي شوية أكثر. طيب، في حادثة معروفة كانت متداولة في الآونة الأخيرة، انه في مجموعة من السيدات مش اللي هو بوظيفة ممرضة أو ممرضات للعراق، فاكتشفوا بعد ذاك انهم هم يعني عقود شغالات، أو ممكن نقول اللي هو موظفات عمالة منزلية. طيب بالنسبة ل زي ما ذكرت انت الموضوع بتاع الوظائف تحت العراق، احنا لنا عده سنوات ما سفرنا زول للعراق بصوره رسميه كده عن طريق مكتب او غيره. طيب. ولا عندنا مكتب بيتعامل مع العراق، غير سافروا ما عن طريق المكاتب. وانا الحاجه اللي عرفت اضيفها ليك انه هم جو رجعوا. لكن لو فعلا هم مشوا عن طريق مكتب بتاع استخدام. طيب انتم هنا دوركم وين؟ وزاره العمل وين؟ كان المفروض يرجعوا لنا. احنا ما لقيناهم لاسف. يرجعوا لكم هم كموظفات ولا كمكتب؟ مكتب استخدام. هاي جينا في المكتب، مكتبنا مفتوح في اي لحظه. يجي يورينا هو سافر كيف، لو لقينا تابع سافر عن طريق مكاتب الاستخدام احنا هنا بناخذ لحقه. بالاضافه لكده زي ما قلت لك احنا خلال الفتره اللي فاتت دي كلها العراق ما سفرنا بالنسبه للظروف الامنيه. نعم. يعني عده سنوات ما حصل وزاره العمل سفرت ناس عن طيب كيف ممكن نقول عشان الناس تتفادى المشكلات دي، كيف الواحد يقدر يتاكد من صحه العقود انه هي عقود سليمه وانه زول ماشي في الوظيفه اللي هو اساسا اختارها او مقدم لها؟
ما انا زي وضحت لك يعني احنا مكاتبنا فاتحه في اي لحظه، اي واحد عايز يستشير احنا ما عندنا مانع، بالاضافه لكده الوظائف اللي بتعرض لنا. طيب احنا بنراجعها، يعني جاي من اي دوله بنراجع الوظيفه حتى بعد داخل دي اعلن. اذا في اي اتحاف بالنسبه للعامل احنا بنوقف الشغله دي. نعم. يعني اذا مثلا شعرنا بانه المرتب متدني بنحاول نرجع، شعرنا بانه في شرط بالنسبه للعامل بيأثر على العامل بنحاول ان احنا نعدل لنا الشرط ده حتى يجي. طيب شنو ممكن اقول اللي هو الاجراء القانوني اللي بينفذ اذا يعني اكتشفت اللي هو خطا من مكتب استخدام غير اللي هو سحب الرخصه؟ الحقيقه نحن بالنسبه لنا زي ما قلت لك مكاتب الاستخدام دي هي بقت جزء لا يتجزا من وزاره العمل، انا بتقوم ببعض المهام بتاعت وزاره العمل، احنا بنلاقي تفويض بيكون مفوض من قبلنا نحن. نحن عندنا بيكون عندنا تفتيش دوري بالنسبه للمكاتب، يعني بيمشوا مفتشين يفتشوا المكاتب بيشوفوا الوضعيه ذاتها تحت المكتب كيف، بالاضافه لانه هم سفروا كم زول طبعا عندنا نحن بتكون عندنا لازم يمروا بينا. طيب نشوف العدديه بتاعتهم سفروا كم ولوين وكذا، يكون عندنا المعلومه دي، اذا هو ما سفر احنا ما حنجدد له ثاني، لابد يكون في عدد معين من الوظائف سفرها خلال السنه. فالتفتيش ده دائما بيكون اذا سمعنا بانه في زول عمل معاينه من غير الرجوع لنا، اول حاجه نوقف المعاينه، نمشي نفتش من اداره العمل، نوقف المعاينه وبيستدعي مدير المكتب وبيتم ايقاف المكتب الى حين ما يتم التحقيق في الموضوع. دي بالنسبه للمكاتب المصدق بها في وزاره العمل. ممتاز. طيب اللي هو بالنسبه ممكن نقول للحاجه المتعارف عليها، ليه ما بيتم اللي هو في تعاقد ما بين الموظفين مباشره مع وزاره العمل؟ ليه لجات اللي هو لمكاتب الاستخدام عشان تتفادوا المشكلات الكثيره اللي قاعد تحصل؟ نحن الحقيقه بالنسبه للموضوع ده في السابق كان بتجي الشركه الدائره عماله مثلا من السودان تقابل وزاره العمل وبتم الموضوع ده في وزاره العمل وبعد ذاك تكمل الاجراءات. نعم. الامور تغيرت ده في التسعينات. تغيرت الامور دي لانه بقت الناحيه يعني مدينة نحن مثلا في الفتره بتاعت التسعينات دي كان بنعمل المعاينات مثلا زي بيت الرياض مثلا كان بتجيب وظائف تجي لمكتب العمل بتعمل المعاينات يتم الاختيار للناس الماشيين للسعوديه بتبقى الاجراءات يبقوا في السفاره كل زول شال ورقه في يده. نعم. بيبقى صفوف في السفاره بيبقى من ناحيه امنيه بيبقى الناس يبيتوا داخل السفاره. يعني بيتوا خارج السفاره بقت من ناحيه امنيه مزعجه في الفتره بتاعت التسعينات. بعد داخل الوزارات ذاتها او الشركه الوزارات مثلا الخارجيه بقت تعتمد على مكاتب في ذات تتعامل مع مكاتب في الدول بتاعتها. يعني مثلا وزاره الصحه السعوديه عندها مكاتب مكتب تتعامل معاه في السعوديه بتقول لي يا اخي انا داير لي 50 طبيب من السودان. هو هنا عنده مكاتب بيتعامل معاه اللي هي ذات توكيل اللي هي 6 مكاتب طبعا دي معروفه هي برسل الست مكاتب دي برسل لها التاشيره بتاعت الاطباء ال 50 مثلا دايرهم تتم المعاينات وفق الشروط دي. فبدات زي ما قلت لك الامور اتغيرت بقت الشغلات ما زي زمان، يعني زمان كان بتجيب في الصف تخش المعاينه وبعد ذلك تمشي تعمل اجراءاتك براك. بالنسبه للسفارات بيبقوا ما بيتحملوا الناس تجيهم، لابد يكون بقت عمليه بتاعت باسورد يكون عنده اي مكتب عنده رقم معين بيدخل الجوازات تطلع عليه بعد فتره محدده. ممتاز. طيب استاذ حاتم داري منك اللي هو رساله تثقيفيه وتوعويه لكل الشباب اللي ارتبطت احلامهم بالعمل في الخارج والسفر عشان ما يقعوا في نفس المشكلات اللي وقعوا بها الكثير يعني. والله احنا طبعا كوزاره عمل بنعتبر القوة العاملة الموجودة في السودان ديل دي أولادنا يعني. وبنحاول نحافظ عليهم بقدر الإمكان. وأنا نصيحتي لهم يعني بالنسبة لهم إذا في أي حاجة اللي يجون يسألونا قبل ما يتحركوا. لو لقى أي يعني في إغراءات هنا الناس ظروفها صعبة بيجي يقول لك يا أخي أنا بسفرك الكويت. أيوه. أدفع عليك كذا وكذا وكذا. قلت طبعا ما ارجع لنا نحن بنوريك. نحن بننصح الناس ارجعوا لوزارة العمل في
الاشياء بالذات اللي بتخص العمل. نعم. احنا بنحاول نوري المكتب الصادق بياته والمكتب الغير صادق ذاك المكتب. نعم. ان شاء الله يديك الف عافيه وشاكرين لك جزيلا الاستاذ حاتم محمد شمس الدين مدير عام الاستخدام والهجره، كنت ضيف معنا في فقره ترند لهذا اليوم. شكرا لك. شكرا لك.